ሰልሙ ሪሳላሌ ነሰል ሱዳን ነሰል ምስሪ አቢ አህመድ ጋዲ እዚ አህልና ጋዲ ከትል አህልና ጋዲ ከትል አኽዋትና አስጋር ወልኩባር ወልመሳዊን كلهم قاعدين يقتلوا فيهم حتى الناس اللي قاعدين في جوه البلد في 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 تيغراي يعني ما قادرين يتنفسوا ولا ما قادرين يمشوا ولا يمشوا 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 السوق يشتروا الشغلات يعني هم قاعدين في السجن يعني ما بيتنفسوا لانه الديش تبع ابي قاعدين في جوه البلد قاعد يعذبوا اخواتنا قاعد يخافوا منهم يعني ما قادرين يتحركوا قاعد يمشي المطاعم بياكلوا ما بيدفعوا قروش يعني ما قادرين يطلعوا قروش من البنك حتى يشتروا شغلات يعني هم جعانين وعطشانين ما لاقين شيء يعني ابي لو زول ظالم ما عنده الدين ما عنده الرحمه في قلبه قاعد يقتل النساوين كلهم يعني اخواتنا قاعدين في العذاب عايزين انكم تسمعونا عشان تساعدونا عليكم الله اخواتنا قاعدين يتعذبوا ما لاقين اكل قاعدين يخافوا منهم يعني لانه هم ناس وحشين ناس ما عندهم دين ما عندهم رحمه ابي ده ظالم ابي ظالم حتى اسياس ظالم الناس دي لازم تعاقبوهم ياخذوا جزاءهم لازم ياخذوا جزاءهم لان كفايه لحد كده خلاص يعني ده حرام ليش الاطفال يقتلوا فيهم عشان ما يعني ليش يعني كده بس انتوا كمان ساعدونا الله يخليكم Thank you. Bravo. Yawna ilna kuma tihawna. በዝጋታም ንእሽተይ ተሐሳስኩም ዝደሊ ኣብዚ ነፍተኛታት ፕሮክቮክ ጎብርኹም ክመጽኹም እዮም ንዓቕዎ እዛ ናይ ሎም መዓልቲ ሰልፍና ብሕማቕውን ከይትኸደልና ምእንቲ ኩላትና ኣብዚ መፅኦም ንዓኸትኩም ፕሮቮክ ተገይሮም ውን ንዓቕዎ ከምዚ ሓደ ሕጂ ሓሊፉ ዝነበረ ባእሲ ገለ መለ ካልእ ንዓና ኣይገልፀና ስለዚ ቅድሚ ኣነ እውን ሓንቲ ንእሽተይ ጭርሖ ክገብር እየ ክንዓልፎ ወይና ኩላና ባዕልን ዘንሰብወና ክዓልፎና የን ግን ኣነ ከተሓሳስበኩም ዝደሊ ባእሲ ጫውጫው ቅድሚ ሕጂ እውን ጌርናይ ንፈልጥን ንመዓልቲ እውን ገለገለ ንዓና ዝርብሹ ክመፁ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ ንዓኣቶም ንዕብኩሞም ሕለፉ ኦኬ ወዲ ኣለኹም ባር